ولتسليط الضوء أكثر على أوضاع العراق في ظل حكومة الكاظمي مع تعاظم أزماته الاقتصادية والأمنية، ينضم إلينا الدكتور حامد الصراف، أكاديمي وباحث سياسي عبر سكايب. مرحبا بك معنا دكتور حامد. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا. أهلا بكم دكتور. 6 شهور مرت على تولي مصطفى الكاظمي مسؤوليته في الحكومة في بغداد، ولا تزال الأوضاع يعني كما هي على ما يبدو. لو أردنا أن نضع كشف حساب لما تم خلال هذه المدة، الحكومات يعني أحيانا في كثير من البلدان تضع بين يدي المتابعين والجمهور كشفها بعد 100 يوم، نحن نتحدث عن أكثر من 200 يوم. مساء الخير مرة ثانية، شكرا جزيلا على الاستضافة. الحقيقة الكلام هذا احنا قلناه منذ تكليف السيد الكاظمي بتشكيل الحكومة، وأكدنا عليه منذ الأيام الأولى لدخوله في تشكيل كابينة الوزارية، من أنه هذه الحكومة لا يعول عليها كثيرا. أنا عبر قناتكم الموقرة قلت هذا الكلام أكثر من مرة لسبب جدا بسيط مباشر، وهو أنه هاي حكومة محاصصة، حكومة إرادات خارجية، حكومة ميليشيات، حكومة طبقة سياسية فاسدة أوغلت في إذلال الشعب العراقي على مدى 17 عام منذ 2003 ودخول القوات الأمريكية واحتلال العراق، ثم دخول أيضا نفوذ إيران بكل تفاصيله بأوسع أبوابه. هذا الحقيقة أمر طبيعي أن يحدث هذا الشيء. التعويل لا يمكن أن يكون لا على أشخاص ولا على طبقة سياسية قائمة حاليا، ولا على نظام محاصصة بقيته، ولا على مافيات فساد وميليشيات مجرمة تحكمت بمقدرات الشعب العراقي وبإرادة خارجية. هذا هو واقع الحال. إذا أريد نسويها مثل ما يقولون، مثل ما تفضلت، يعني جرد حساب، نشوف أنه الوضع زاد سوءا. نعم. الوضع الآن يسير إلى منزلق خطير جدا. العراق الآن مع الأسف الشديد نقولها نتيجة التهور من قبل الطبقة السياسية وكتلها، ولا يوجد من يدرك خطورة والاحتمالات الكارثية. نعم، لكن دكتور كما تعرف البعض يقول أن مصطفى الكاظمي جاء في وقت ليس مناسب في الحقيقة، يعني جاء في وقت انخفضت فيه أسعار النفط عالميا، ويقول البعض أن هذا قد يعد مبررا لفشله في إدارة الملف الاقتصادي خلال الشهور الماضية. هل تعتقد أن المشكلة هي مشكلة يعني وضع عام في العالم مع كورونا وأسعار النفط، أم أن المسألة تتعلق بفشل إداري لهذه الحكومة؟ هو لما يجي إلى تشكيل حكومة في هذه الظروف واحتمالات الأزمة الاقتصادية وأزمة الكورونا والأزمة الأمنية وبقاء السلاح المنفلت في الشارع والميليشيات، طبعا تكون المهمة أصعب، تكون يجب أن يكون هو يدرك هناك جهد مضاعف يجب أن يبذله هو وطاقم الحكومة والطبقة السياسية، وكل الظروف يجب أن هو يهيئها بشكل يعني يكون جدير بأن فعلا ينال ثقة أولا الشعب العراقي، وهذه فقدها منذ البداية. ثوار تشرين اللي أيضا خسر كثير من وعود بسبب وعوده من هذه المبررات هذه الثقة. لذلك أنا أقول لا، هو حظى بتأييد ومساندة الطبقة السياسية، ولا هو أيضا نال ثقة الجمهور، ثقة الشعب العراقي وتأييده ومساندته، بقى ماسك العصا من الوسط من أجل الخروج بأقل الخسائر. لكنه أنا على ما يبدو أقوله بكل صراحة، الخسائر ستكون كبيرة في غاية الخطورة، ليس عليه فقط وحكومته وإنما على الوضع العام. واليوم نعم. بدت بوادر هذا الوضع، اليوم من ذي قار البطلة بدت بوادر أزمة جديدة تستعيد ثورة تشرين المباركة زخمها في التحدي. ولذلك أقال مدير الشرطة والوضع الأمني الآن منفلت في حالة أشبه بالطوارئ في مدينة الناصرية. نعم. هذا الوضع ليس فقط مقتصر على الجانب الأمني،
ولا على الجانب الاقتصادي، ولا على الجانب أيضا توزيع الأدوار بين الطبقة السياسية الفاسدة، حتى في الوعد الأساسي اللي هو والواجب الأساسي اللي إجا من أجله إجراء انتخابات مبكرة، هذه أيضا معرضة لمخاطر كبيرة، أما التأجيل أو الإلغاء نعم. لأسباب كثيرة منها أمنية وغيرها. طيب دكتور، يعني إضافة إلى ما تفضلتم به، هناك من يرى أن الملف الاقتصادي مرتبط إلى حد كبير بمحاربة الفساد، وهو أحد الملفات التي أكد عليها الكاظمي بطبيعة الحال في برنامجه حين تصدر الحكومة والذي قدمه في ذلك الوقت. هل أنجز الكاظمي ما وعد به في برنامجه خلال هذه المدة؟ لا، مجرد خلينا نكون ايضا صريحين وصادقين مع ناسنا، مع شعبنا. وعود حجم الوعود كبير جدا، لكنه التنفيذ على ارض الواقع قليل، قليل جدا، قليل، لا يعد ولا من ضمن حجم الفساد المهول الموجود في الساحة العراقية، وفي مثل ما يقول أروقة السلطة. الآن الفساد كبير جدا، حيتان الفساد انتعشت إلى حد ما نتيجة التغطية الواضحة بهذه الشعارات الرنانة التي لم تجدي نفعا لحد هذه اللحظة، منها حتى المنافذ الحدودية، منها العلاقة بين كردستان، حكومة الإقليم والمركز، منها أيضا محاربة الفساد، كشف ملفات الفساد الحقيقية. يعني لا يجيني على سيارة دخلت تحمل بضاعة غير مرخصة، أو مسكلي مجموعة يعني زيف كذا الرواتب وغيرها بالتقاعد. لا لا عزيزي، السرقة سرقت مئات المليارات من ثروات الشعب على مدى 17 سنة، نعم. لذلك إذا الأجدر بي يروح إلى هذه الملفات. طالما أننا نتحدث في هذه القضية دكتور، هذا يأخذنا إلى السؤال عن الحالة المعيشية للمواطن العراقي. يعني كل هذا آثاره تنعكس على المواطن بشكل مباشر، سواء أزمة المعاشات والرواتب، سواء ما يتعلق بالحياة اليومية، ولا سيما في ظل كورونا وغيرها من الأزمات الاقتصادية. كيف يبدو حال المواطن العراقي هذه الأيام؟ إلى أي مدى يستطيع أن يحتمل قسوة الظروف؟ الحال أنا يعني يجب أن نرأف بحال الشعب العراقي. إحنا عراقيين وده نشوف الأمر أمامنا ده يزيد سوء يوم بعد آخر مع الأزمة الاقتصادية. اليوم وزير المالية يقول إحنا نحتاج إلى أن يكون سعر البرميل 75 دولار حتى نقدر نتغلب على الأزمة الاقتصادية، نوفر الرواتب. أيضا هو الكاظمي بنفسه قال رواتب شهر الأول من السنة القادمة لا يمكن تدبيرها. هذه أخبار يعني مؤلمة بحق العراقيين أولا. اثنين، الفقر الآن يعني خط الفقر ده يتسع، وصل إلى 40%، البطالة ده تزيد، عدم التشغيل، العاطلين عن العمل أيضا ده تزداد أزمتهم الاجتماعية والنفسية والاقتصادية المعيشية طبعا اليومية. لذلك أنا أقول بصريح العبارة، البلد يحتاج إلى حكومة حل أزمات، حكومة طوارئ حقيقية، لا حكومة ميليشيات وحكومة محاصصة بقيتها، أو حكومة بإرادة الأمريكان والإيرانيين. يجب أن تكون حكومة تأتي بأجندة وطنية حقيقية تجمع العراقيين حول محور واحد، هو تجاوز هذه الأزمات والكارثة التي تترقب هذا الوضع الآن. نعم. لذلك أقول يجب أن نفكر بحكومة طوارئ، حكومة انتقالية لمرحلة تنقذ انتقالية البلاد تحل مما هذه هي فيه الأزمات. بلا شك. دكتور حامد الصراف، الأكاديمي والباحث السياسي، عبر سكايب من بغداد، شكرا جزيلا لك.